بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، اشترى ثمار فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني جمع شيء قليل ليس قدر الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه لأصحاب الحقوق: خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم من هذا المال وليس لكم إلا ذلك. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء رحمهم الله في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، ظهر صلاحها بأن احمر أو اصفر ثم اشتراها بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري، البائع سلم ذلك إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، يعني أذن له أن يأخذ من ذلك، ثم تلفت قبل أوان الجذاب، أي تلفت الثمار بالبرد أو بالريح أو نحو ذلك قبل وقت الجذاب بآفة سماوية كالبرد أو نحوه، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ لهذه الحالة هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي رحمه الله لأصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد رحمهم الله وآخرون: هي في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب. وقال الشافعي رحمه الله في القديم: وطائفة هي في ضمان البائع ويجب وضع الجوائح. وقال مالك رحمه الله: إن كانت دون الثلث، أي الذي تلف دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع. وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني جمعوا ولكن ما كان قدر الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه لأصحاب الحقوق:
خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، صلى الله عليه وسلم. حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله، وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، يعني يطلب منه أن يتنازل عن الدين، وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله، يعني أين الذي يحلف لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. وافق على أن يتنازل ابتغاء وجه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم وأرشدهم إلى الخير صلى الله عليه وسلم. حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى، أي طلب حق، تقاضى ابن أبي حدرد، أي طلب الحق من ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، طلب منه حقه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، أي كشف الستر الذي على حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعفو عن النصف، خذ النصف واعفو عن النصف. قال كعب رضي الله عنه قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده أياقه النصف الباقي. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم صلى الله وسلم عليه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد، فطلب حقه. روى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه ولزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده فأنه يقول النصف، يعني تنازل عن النصف، اعفو النصف، فأخذ نصا مما عليه وترك نصفا. هكذا أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب
حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذا بعت إنساناً وصار مفلس ليس عنده شيء، وأنت لم تأخذ من الثمن شيئاً، فأنت أحق به، يجوز لك أن تأخذ حقك من ذلك الرجل. إذا كان قد أفلس وأنت ما استلمت شيئاً من الثمن، فلك أن تأخذ حقك من الرجل. من أدرك ماله بعينه، أي نفس المال ما تغير، عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وأما إذا كان قد أخذ من ثمنه شيئا فيكون ذلك بين الغرماء كلهم، وأما إذا لم يكن أخذ من ثمنه شيئا فهو أحق به من غيره. حدثنا يحيى ابن يحيى، أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد عن ابن زيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس، أي صار مفلسا. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج، حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يعدل في مفلس إذا وجد عنده المتاع لم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه، فذلك المتاع كما يفرق ولم يأخذ من ثمنه شيئا صاحبه أحق به. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن المهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل ووجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به، يعني نفس حقه ما تغير ولا أخذ من ثمنه شيء فهو أحق به. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد حاء، وحدثني زهير بن حرب أيضا، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، وقال: وهو أحق به من الغرماء إذا كان لم يأخذ من الثمن شيء والمتاع كما هو لم يتغير فهو أحق به. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: حجاج منصور بن سلمة، أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها
يعني لم تتغير وهو أحق بها. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة عليهم السلام روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس، يعني يعطيهم الدين، فآمر فتياني أي غلماني أن ينظروا المعسر، إذا وجدوا معسر يصبروا عليه ويتجوزوا عن الموسر الغني. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه، أرحم الراحمين، عفى عنه. ففيه فضيلة إنذار المعسر، إذا كان صاحبك معسر اصبر عليه، وإذا كان موسر فكذلك تأنى. الله تعالى يتجاوز عن الجزاء من جنس العمل، ففيه فضل من تجاوز عن صاحب الدين إذا كان معسرا. حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما، فقال حذيفة رضي الله عنه: رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال، أي أعطاني الله مال، فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور، أني أقبل ما تيسر وأتجاوز عن المعسور، عن الذي تعسر. فقال: تجاوزوا عن عبدي. الله عز وجل قال: تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود رضي الله عنه: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ففيه فضيلة السماح عن المعسر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فأما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر، أي المعسر أصبر عليه، وأتجوز في السكة، يعني في الدراهم المضروبة أو في النقد، فغفر له. وقال أبو مسعود رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواد أي السماح، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر أي أصبر على المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. اللهم تجاوز عنا. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله، أي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم
واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا أي غنيا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر أي يسمحوا المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه أي غلامه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ففيه فضل من سامح المعسر. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه أي اختفى ثم وجده فقال إني معسر، قال إني معسر ليس عندي شيء، فقال الله تحلف بالله أنك معسر؟ قال الله، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أي يتجاوز عنه أن يصبر عليه أو يضع عنه أي يعفو عنه. ففيه فضل من صبر على المعسر أو سمحه أو سامحه. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. الذي هو غني ويماطل ما يعطي حق الناس ويماطلهم فهو ظالم. مطل الغني ظلم لأن عنده مال ولكن لا يعطي الناس حقوقهم ويماطلهم فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لا يجوز للمسلم أن يماطل وهو غني، بل عليه أن يسدد حقوق الناس. وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع، أن إذا حولك على غني فأقبل الحوالة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع حاء، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. إذا كان عندك ماء زائد عن حاجتك لا تبيعه، لا يجوز لك أن تبيع الماء الفاضل عن حاجتك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. وعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ضراب الجمل. إذا كان عندك جمل ذكر وأخوك عنده ناقة يحتاج الجمل لناقته، فلا يجوز لك أن تأخذ منه دراهم لذلك، أجرة على ضراب الجمل، لا يجوز لك أن تأخذ منه أجرة، بل يعطيه جملك لناقته. وعن بيع الماء والأرض لتحرث، ونهى عن بيع الماء والأرض لتحرث. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قوله نهى عن بيع الأرض لتحرث معناه نهى عن إجارتها للزرع، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال النووي رحمه الله: وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، ومعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلات، عنده ماء فاضل عن حاجته بالفلات كما ذكرنا، وهناك كلى لا يمكن رأيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه، لأنه إذا باعه فأنه باع الكلى المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع. وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلى، ومقصودهم تحصيل الكلى، فصار لبيع الماء كأنه باع الكلى، والله أعلم. حدثني أبو الطاهر وحرملة، واللفظ لحرملة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود
الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، لا يجوز بيع الكلب، والمال الذي تأخذه الزانية حرام، والكاهن الذي يسجل على الناس ويأخذ المال حرام، ولا يجوز تصديق الكاهن. الكاهن يدعي علم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود رضي الله عنه حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. المال الذي تأخذه الزانية حرام، وبيع الكلب حرام، وما يأخذه الحجام فيه كراهة، حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه شيئا مقابل ذلك، فأجرة الحجام حلال لكن فيها كراهة. أما ما تأخذه الزانية فحرام، وبيع الكلب حرام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد، حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد، حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، السنور يعني البس، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يجوز بيع الكلب ولا بيع الهر البس. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. حدثني حميد بن مسعدة، حدثنا بشر يعني ابن المفضل، حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبائث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها.
قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء رحمهم الله على قتل الكلب عن قتل الكلب الكلب يعني الذي فيه مرض، الكلب الذي فيه مرض، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه. قال إمام الحرمين رحمه الله: من أصحابنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم الكلب الأسود، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. ويستدل لما ذكره في حديث ابن المغفل رضي الله عنه، وقال القاضي عياض رحمه الله: ذهب كثير من العلماء رحمهم الله إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني من كلب صيد وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه رحمه الله. قال: واختلف القائلون بهذا عن هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عاماً للجميع، أم كان مخصوصاً لما سوى ذلك. قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال القاضي رحمه الله: وعندي أن النهي أولاً كان نهياً عاماً عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها، ثم نهي عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشي، فلا يجوز للمسلم أن يقتني كلب إلا كلب صيد أو زرع يعني حراسة الزرع، أو ماشية حراسة الغنم. وهذا الذي قاله القاضي رحمه الله هو ظاهر الأحاديث، أن يجوز اقتناء الكلب إذا كان للصيد أو إذا كان لحراسة الغنم أو إذا كان لحراسة الزرع. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا بشر يعني ابن المفضل، حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إن لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشي يعني كلب للصيد أو لحراسة الغنم أو لحراسة فقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب زرع يعني لحراسة الزرع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن لأبي هريرة زرعا. على كل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا روح حاء، وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تخدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. الكلب الأسود البهيم معنى، قال النووي رحمه الله: معنى البهيم الخالص السواد، يعني أسود خالص ذي النقطتين. قال النووي رحمه الله: وأنفهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه، كانت هاتان النقطتان فوق عيني الكلب، هذا الكلب أمر بقتله. قال: وعليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم. وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد عن ابن الحارث، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، حراسة الغنم أو الصيد أو حراسة الزرع. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. الذي يقتني كلب ليس كلب صيد ولا كلب غنم ولا كلب زرع، ينقص من عمله كل يوم قيراطان، فلا يجوز اقتناء الكلب لغير الصيد ولغير حراسة الغنم ولغير حراسة الزرع. ومن اقتنى كلبا غير هذه ينقص من عمله كل يوم قيراطان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال النووي: والضاري هو المعلم الصيد، ضاريا أي معلما يعني للصيد. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أي صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطات. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أو كلب حرث. قال النووي رحمه الله: وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجر عمله. القيراط مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجر عمله. لا يجوز اقتناء الكلب من غير كلب صيد، من غير كلب غنم، من غير كلب زرع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أي صيد أو ماشية نقص من عمره كل يوم قيراطان. قال سالم: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، عن حراسة الزرع، وكان صاحب حرث. حدثنا داود بن رشيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيراط. حدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر رضي الله عنهما قول أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: يرحم الله أبا هريرة وكان صاحب زرع. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشي لحراسة الزرع أو لحراسة الغنم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب ابن أبي ابن إسحاق حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
حدثنا أحمد بن المنذر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن إسماعيل بن سميع، حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا ليس في كلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوء قبيلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا أي ماشيا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام أجرة الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين من طعام يعني أجرة الحجام فلو كان حراما ما أطاع وكلم أهله يعني كان أبو طيبة هذا عبد كلم أسياده ووضعوا عنه من خراج يعني خففوا عنه ما كانوا يأخذون منه وقال إن أفضل مائدة إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم إخراج الدم الفاسد. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغم. القسط البحري دواء والصبي إذا سقط ذهاه فلا تعذبوه بإدخال الإصبع ولكن أعطوه هذا الدواء القسط البحري فإنه بإذن الله ينفع. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراج حدثنا شباب حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته إن سيده كان يطلب منه مال كل يوم أو كل شهر فطلب منه أن يخففوا عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره والسعط السعوط ووضع الدواء في الأنف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا أي لو كان أجرة الحجام حرام لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله قوله فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز وبغير معجمة معناه لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة وهو وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري وهو العود الهندي أن يطحن ويخلط بالماء ويعطى للصبي فينفع بإذن الله تعالى. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا ومن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به يعني قبل التحريم. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. فالخمر أم الخبائث لأن الإنسان إذا سكر يرتكب جميع الجرائم. لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها. والمخدرات أقبح وأشنع والعياذ بالله. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثنا أبو الطاهر واللفظ له أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يؤثر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر أي قربة فيها خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته أي بما كلمته سرا؟ فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فبيع الخمر حرام. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها أي سكب الخمر الذي في القربة رضي الله عنه. والخمر أم الخبائث. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق.